جماعة، على رأي أصالة ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب؟ مفيش حبايب. مفيش حبايب؟ طب هات لنا اللي غايب. أول تعليق من أيتن عامر بعد طلاقها من زوجها محمد عز العرب، وإيه هو سبب رفضها الإعلان عن تفاصيل الطلاق؟ خلينا نعرف الأول هي مين أيتن عامر. أيتن ما طلعتش أيتن يا جماعة، واسمها الحقيقي سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر. اتولدت يوم 22 نوفمبر 1990 في مدينة الأسكندرية، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج. اشتغلت أيتن كموديل لفترة صغيرة وبعد كده توقفت عن الشغل. أختها الفنانة وفاء عامر ما كانش ليها أي دور في دخول أيتن التمثيل، لكن كان أول ظهور لأيتن في مسلسل حضرة المتهم أبي بطولة النجم الكبير نور الشريف. بقى كلمة بابا أحلى من كلمة مثل. احنا بنفصل، نركب يا ابني. أهو حضرتك قلت يا ابني أهو. اتعرفت أيتن على جوزها محمد عز العرب، وكان أول لقاء بينهم بدأ بخناقة وانتهى بالزواج في عام 2015، أنجبت منه طفلين يوسف وأيتن. أيتن عامر أكدت أنه تم الطلاق بالفعل بعد زواج دام 7 سنين، وقالت أيتن في تصريحات لأرمي نيوز: بالفعل اتطلقت من محمد بهدوء وبكل ود، لأن بينا عشرة كبيرة وأولاد، وربنا يكتب له الخير، وهو إنسان محترم ويستاهل كل خير. صحيح يا جماعة، على رأي أصالة ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب؟ مفيش حبايب. مفيش حبايب؟ طب هات لنا اللي غايب. أيتن عامر رفضت الكشف عن أسباب الطلاق، وقالت إن كل الحاجات دي أسرار بيوت ما ينفعش نتكلم عنها. رأيك إيه في تصريحات أيتن عامر، وخصوصاً إن الفترة الأخيرة كانت بتلمح من خلال الستوري على الإنستجرام تلميحات بتأكد إن تم الانفصال بينها وبين جوزها محمد عز العرب؟